استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس شتاينماير الأولى لمصر والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاما، مؤكداً تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني. من جانبه أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعبه، منوهاً إلى تقدير ألمانيا للتجربة التنموية المصرية خلال السنوات الماضية على الرغم من الصعوبات العالمية والإقليمية، ومشدداً على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات. اللقاء شهد التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية التي تسببت في كارثة إنسانية، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.